أيها اليمنيون أخبروني ماذا فعلتم بربكم؟ 5 سنوات ولا زلتم تتيهون في الأرض ضياعة. اتحدوا وتوحدوا من أجلكم ومن أجل شعبكم. كفانا وكفاكم فرقة وغربة وتمزقة. ألم تطفئ دماء الأبرياء والشهداء نار أحقادكم؟ نناشدكم بالله ثم بحق دمائهم بأن تتركوا عنكم المناطقية والسلالية والمذهبية والطائفية والحزبية الضيقة والعصبية القبلية فإنها مقيتة، وأن لا تنتموا إلى الشعبوية والنخبوية والانتقالية ولا البعثية أو الناصرية ولا الاشتراكية ولا المؤتمرية أو الإصلاحية ولا الحوثية، وكونوا ليمنكم ووحدة أرضكم ووطنكم، فأنتم أصل العرب وأرض الحضارات وأبناء أروى وبلقيس والتبع وذي يزن. إذا تحدثتم زلزلتم الأرض واستمعت لكم الدنيا. يكفيكم فخرا بأن لكم في السماء نجما وفي الكعبة ركنا. عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى رشدكم بحق الله والدين والدم والمصير، فأنتم أصحاب الحكمة والإيمان. فاليمن بحاجتكم، وأطفال اليمن بحاجتكم، وشباب اليمن وبنات اليمن ونساء اليمن بحاجتكم. فكل بيت يمني إلا وفيه فقيد، فارحموا الأمهات واليتامى والأرامل والثكالى، وتأكدوا بأن اليمن بكم سيعود وسيكون أقوى بكم أنتم فقط دون غيركم، وستستعيدون الدولة والوطن، ولا عزاء حينها للمتخاذلين والجبناء والبائعين أوطانهم وضمائرهم وشعوبهم بحفنة دولارات.